السلام عليكم وأهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط اليمني فؤاد الغمري. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. كما عودناكم أن يكون للشعر حيز جميل في برنامجنا دائما، تابعوا معنا وقفة مع الشعر. من خلف قضبان السجون أطلوا، ما زال فيهم عزمهم ما كلوا، كالنور من رحم الظلام وجوههم، كالياسمين إذا علاه اطلوا، كشقائق النعمان يشمخ جرحهم، وضميرنا من نزفهم مبتلوا، حملوا وصايا الأرض صانوا عهدها، أرض تصان بعمرهم أتذلوا، وسألتهم هل تستحق دماءكم؟ فأجبت إن ترابها لأجل. يا كاتب التاريخ قف في سطرهم، شمس تلوح وما سواهم ظل، فاقرأ على الأجيال أصدق سيرة، في قيدها سجانها ينفل. الكتاب هذا الجليس الطيب له حيز جميل أيضا في برنامجنا وفقرة هذا كتابي. كتابي هذا رحيق القوافي، دراسات نقدية في الشعر العربي المعاصر، صدر حديثا عن وزارة الثقافة الأردنية ضمن برنامج إربد عاصمة الثقافة العربية، وهذا هو الكتاب 12 من إصداراتي والثالث في كتب المتخصصة بالنقد الأدبي، ويتضمن الكتاب مقدمة نقدية وخمس دراسات نقدية في أعمال الشعراء إبراهيم السعفين وإبراهيم العجلوني وردينا آسيا وسعد الدين شاهين وعبد الرحيم جداي. بينت في مقدمة الكتاب رؤية النقدية القائمة على التصالح مع النصوص قيد الدراسة النابعة من التصالح مع الذات ومع الآخرين. وبحث الفصل الأول
في تقنيات التشكيل الفني لعنصري الزمان والمكان في المجموعة الشعرية حوار الحكايات لإبراهيم السعافين، حيث أوضحت الدراسة رؤية الشاعر السعافين في نوعين من الزمان، زمن المنافي وهو الزمن الماضي والحاضر، وزمن التحرير والعودة وهو الزمن المستقبل، كما بيّنت العلاقة بين الوثيقة بين الحلم أي حلم العودة إلى فلسطين من جهة، وبين عنصري الزمان والمكان. وتحدثت الدراسة عن الثنائية الضدية الوطن والمنفى في المجموعة الشعرية حوار الحكايات، وبيّنت رؤية الشاعر إبراهيم السعافين للوطن والمنفى. وجاء الفصل الثاني بعنوان الرؤية والتشكيل في أشعار إبراهيم العجلوني، حيث بيّنت الدراسة التشكيلات الفنية في أشعار إبراهيم العجلوني، إذ زوج الشاعر العجلوني في كثير من قصائده بين غير تفعيلة شعرية، وزوج أيضا بين شعر الشطرين وشعر التفعيلة في قصائد أخرى. وأثبتت الدراسة أن التغير في الشكل الفني عند إبراهيم العجلوني إنما جاء وفق مسوغات موضوعية. أما الفصل الثالث فهو دراسة أسلوبية في المجموعة الشعرية في كفها حناء شمس لردينا آسيا، حيث عمدت إلى دراسة القيم الأسلوبية في قصائد المجموعة، وتضمنت القيم الأسلوبية القيم الصوتية والقيم التركيبية والبلاغية والقيم الدلالية، ثم بحثت في علاقة القيم الدلالية بالقيم الأخرى. ووسم الفصل الرابع بثنائية الوطن والإنسان الشعراء أنموذجا في ديوان نزف بريء لسعد الدين شاهين، حيث بيّنت الدراسة رؤية الشاعر سعد الدين شاهين لكل من الوطن والإنسان والشعراء خاصة. وأوضحت الدراسة الصورة التي رسمها سعد الدين شاهين للوطن، وهي صورة الوطن الحلم، وصورة الوطن البديل، وصورة الوطن الجريح. كما أوضحت الدراسة طبيعة الشعراء كما قدمها الشاعر في قصائده. وكشفت الدراسة عن علاقة الشعراء بالوطن وعلاقة الشعراء بالشعر وفق رؤية الشاعر التي تم الكشف عنها من خلال تحليل قصائد المجموعة الشعرية. وبحث الفصل الخامس في الثنائيات التي استخدمها الشاعر عبد الرحيم جداية في مجموعته الشعرية قلق أنا، حيث كشفت الدراسة عن توظيف الثنائيات الآتية: الأنا والنحن، والحلم والحقيقة، والغربة والمنفى، والحركة والسكون، والإيجاب والسلب، والتغير والثبات. هذا وقد ختم الباحث كل فصل من الفصول الخمسة بالنتائج التي توصل إليها من دراسة المجموعة أو المجموعات الشعرية قيد البحث. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط اليمني فؤاد الغمري، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد، ضيفا على فضاءات. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك، فرصة سعيدة أن نلتقي بك في قناة الرافدين. الله يبارك فيكم، أنا لي الشرف أن ألتقي فيكم. يا حياك الله، مرحبا بكم، مرحبا باليمن السعيد. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيكم أستاذ فؤاد. من خلال طلعي على مسيرتك الإبداعية ومسيرتك الذاتية
قرأت أنك حاصل على شهادة أو رسالة الماجستير في الخط الإسلامي. احنا معروف عن الخط عموما يسمى الخط العربي. هل هناك تمايز بين الخط العربي والخط الإسلامي؟ هل هناك معايير معينة للخط الإسلامي حتى نقول هذا خط إسلامي وهذا خط عربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد صلى الله عليه ورحمة العالمين. بالنسبة لهذا السؤال مهم جدا، لا يوجد أي تميز أصلا، ولكن هنا في مثلا في تركيا يقولون عنه الفن الإسلامي، أو الأجانب بشكل عام يقولون الفن الإسلامي. وما يعنيه بأنه الفن الإسلامي لأنه يوجد لغات مشابهة باللغة العربية، مثلا اللغة الفارسية واللغات دول الشرق آسيا، نعم، وسط آسيا مثل البلقان، هؤلاء لغتهم لغة قريبة إلى اللغة العربية، إضافة إلى اللغة العثمانية هي باللغة العربية، الحروف حروف عربية. فيوجد لديهم خط مثل ما موجود خط يعني في من الخطوط، ولهذا يقولوا الفن الإسلامي. وليس هناك اختلافية، بكل أحوال هي بجدية عربية. أيوة. هذه الأمم التي تكتب يعني مثل إيران، باكستان، يعني يكتبوا بالأبجدية العربية، الحروف عربية والخط عربي. اللفظ يختلف، المفردات تختلف، اللغة تختلف شيئا ما، لكن كحروف وكخط خط عربي. نعم، الخط هو خط عربي، نحن نقول الخط العربي نسبة إلى اللغة العربية، الآيات القرآنية والأحاديث خط عربي. لكن هؤلاء يقولون الفن الإسلامي، لكن فقط هنا في تركيا. تركيا يقولون الفن الإسلامي. إذن هذا العنوان أنا أفهم أن شهادة الماجستير أخذتها حصلت عليها في تركيا. بالنسبة للإجازة العالية لفن الخط هي مثابة ماجستير، يعني الإجازة العالية مثل هذه الإجازة. نريد أن نري المشاهدين. هذه بالنسبة لهذه الإجازة تسمى إجازة فن الخط. إجازة فن الخط هي عبارة عن هي استكمال لرسالة الماجستير هذه؟ يعني نوعا ما ممكن أن تكون استكمال، أو تكون مثلا مثابة ماجستير مثلا مصغر هكذا ما نقول، لكن هي تعتبر طريقة مختلفة عن الشهادة الأكاديمية. يوجد شهادة باللغة الإنجليزية، ويوجد لكن الإجازة للخط هي هذا الشكل، يعني على أن الخطاط يكتب. إذن هو الخط، هو الخط ذات الخط، الخط العربي يكتب. وسمى هنا في تركيا الخط الإسلامي. الخطاط يكتب نص معين. هنا الدكتور أو الأستاذ يوقع هنا، مثلا هذا الأستاذ الشيخ حسن جلبي، هذا إجازتي منه. وهذا توقيع الأستاذ فرهاد كرلو، هذا الأستاذ ممتاز دردو. هؤلاء هم الأساتذة اللي يوقعون على خطك، ينظرون إلى خطك، هل أنت مؤهل بأن تكون خطاط، ومؤهل بأن تكتب لوحات وتعرض عالميا وتشارك في مسابقات وما إلى ذلك. إذن أنت تقدم لهم نموذجا من الخط. وتمنح هذه الشهادة. هذا الخط الآن الذي أراه الشهادة، هذا الخط خطك أم خط خطي؟ هذا هذا الثلث بسملة، ثلث عادي، وهذا هذا هو النسخ. فأنا أجزت بالخطين هذه، إنه هي ستة خطوط أصلا تسمى الأقلام الستة. هم طلبوا منك شكلا معين للخط، أم أنك أنت تختار الشكل؟ أنا الذي أختار، لأن كوني أنني درست درست الثلث والنسخ. وتعتبر تعتبر يعني طريقة أو تخصص معين. ما تدرس الخطوط كلها. خلاص أكملت هذين الخطين، وخلاص لأن توصل إلى نقطة معينة أو إتقان معين. يخبرك الأستاذ بأن تكتب إجازتك، تختار النص الذي تريده، ولابد أن يكون الثلث والنسخ موجود، لأنني مختص في الثلث والنسخ. في إجازات بخط الديواني، في إجازات بخط الرقعة، في إجازات بخط الفارسي، في التعليق، في إجازات بالخطوط الأخرى طبيعي. لكن أنا بما أنني درست هذا الخط أو الخطين، هذان الخطان. بدايات يعني البدايات، بداية دراسة الخط كانت من اليمن أم هنا في تركيا؟
بالنسبة للبداية، بدايتي كنت وأنا صغير يعني طفل حبيت هذه الهواية يعني، وكنت أكتب وسائل تعليمية كما تعرف يعني المدارس، كنت أكتب وسائل، كان عندي طموح في الكتابة. وحينها قبلها كنت رسام أصلاً، ليس خطاط وإنما رسام، كنت أرسم مناظر طبيعية وأنا صغير. فشجعوني الأساتذة، إضافة إلى عمي كان خطاط يكتب، ليس بهذه الدرجة وإنما كان يعني عبارة عن خطاط عادي، فكنت أكتب أراه يكتب جيدا، فحاولت أن أكتب وأقلده وأكتب مثل الكتابات هذه، الكمبيوتر كان فيه كتابات عريضة. قلت لا، تطورت واكتشفت كتب لخطاطين، الخطاط العراقي المشهور رحمة الله عليه هاشم البغدادي، نعرف. أخذت، كان لدي كتاب له حصلت عليه، فاعتبرت هذا إنجاز عظيم وكبير جدا، لأن الخطاط هذا كتب كل الخطب داخل الكتاب. وكان التعليم عشوائي، كنت أتعلم من الكتاب هذا عشوائي، ما رأيته جميل نقلته وهكذا. جميل. إلى أن صار عندي خلفية كبيرة، صار عندي خلفية عن الخط وعن أنواع الخط والنسخ، ما هو النسخ، ما هو الثلث، ما هو الديواني، ما هو الفارسي، ما هو التعليق يعني، ما هو الكوفي. فأصبحت أقلد كل خط على حدة، فبدأت أركز على خط الثلث اللي كنت أراه جميل جميل جدا، بدأت أركز على هذا الخط، إضافة إلى خط النسخ، لأن النسخ كنت أحبه أيضا بسبب أن القرآن يكتب بهذا الخط. فطورت نفسي وذهبت إلى صنعاء. بعد الثانوية ذهبت إلى صنعاء، التقيت بإخوة يعني الإخوة الخطاط اليمنيين، إنهم الأستاذ. أنت في الأصل لست من صنعاء؟ هو ولدت في المحويت. نعم ولدت في المحويت ولكن عشت في صنعاء أصلا. فانتقلت إلى صنعاء وعشت هناك ودرست الخط، طورت نفسي في الخط، التقيت بالأستاذ ناصر والأستاذ زكي والأستاذ سامر وكثير من الخطاطين، التقيت فيهم وشفتهم يكتبون، فحبيت أن جميل أكون مثلهم في الكتابة. أنت تدرس الخط العربي واللغة العربية والإملاء والعلوم الإسلامية لطلاب من مختلف المستويات والأعمار، وتطمح للعمل في مؤسسة تربوية تعليمية تقدر أهمية تدريس فن الخط العربي والزخرف الإسلامية. أنا سؤالي، أنا كلنا مرنا بمراحل ابتدائية متوسطة ثم الثانوية، ليس هناك اهتمام للمؤسسات التعليمية في الوطن العربي، لا تولي اهتماما كبيرا لموضوع تدريس الخط العربي، يعني باعتقادك لماذا يهمل هذا الجانب؟ والله هذه نقطة مهمة جدا، ف أنا انتبهت لهذه النقطة. كنت أعاني صراحة في المدارس كما تعلم، حتى تقريبا في بلادكم وفي كثير من البلدان العربية، يدرس أكتب بخطي النسخ والرقعة، أكتب بخطي النسخ والرقعة، يعني الطالب لا يعلم ما هذا، لا يعلم قواعده، ولا يعلم من أين يأتي، ولا يعلم قطة القلم، ولا يعلم مسار القلم، ولا يعلم من أين يبدأ ولا أين ينتهي. فيكتب تقليد، لأنه مع الأسف لا يوجد في بلادنا العربية أي اهتمام، بالذات في المناهج العربية. فهذا لابد أن يأتي هذا، يعني لابد أن يدخل في المناهج العربية تدريس فن الخط يعني والرسم. معذرة سنكمل بعد الفاصل، معذرة، فاصل قصير ثم نعود فوق معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الخطاط اليمني فؤاد الغمري. أعود إليك أستاذ فؤاد، سألتك عن لماذا مؤسسات تعليمية في الساحة العربية لا تعير اهتماما لموضوع الخط، وطبعا الآن هناك شكاوى كثيرة من موضوع الإملاء، يعني يصل طالب إلى الجامعة ولا تستطيع أن تقرأ، عندما يكتب بخط اليد لا تفهم ماذا يكتب. أيوة، هذا هذه يعني نقطة مهمة، أنا أريد أن أوصلها صراحة. هذه النقطة مهمة،
أنا من الأشخاص اللي يهتموا بهذا المجال. أنا لدي كتاب ألفته، هو موجود معي لكن ما نسيت ما أخرجه، هو موجود معي حاليا هنا نعم في الاستديو. هذا الكتاب هو تطرقت إلى تعليم تأليفه، تعليم الخط، وتطرقت إلى الإملاء. كتاب الكتاب من تأليفك أنت؟ نعم من تأليفي أنا. ما عنوان الكتاب؟ الثمار المستطابة في قواعد الرسم والكتابة بالنسبة للإملاء، القسم الإملاء. جزاه الله خير الدكتور عبد الرزاق الملاهي، من أقام بإضافة هذه الإضافة الجميلة الرائعة. لأن الإملاء مهم جدا في الخط. مع الأسف يكتبون مثل هذه الكتابات، مثلا هذا خط الثلث. هذا خط الثلث، ممكن نراه يعرض أمام الكاميرا. هذا خط الثلث. هذا ثلث جلي. هذا ثلث جلي مثلا. هذا النص مكتوب إيش؟ بلدة طيبة ورب غفور. أول نقطة أنك تراعي النص أو قراءة النص أو التسلسل القراءي، أول نقطة. ثانيا تراعي الشكل، التشكيل. تراعي كيف تكتب التاء المربوطة والهاء المربوطة. يعني في ناس خطاطين مع الأسف حتى هنا في تركيا الأتراك غافلين عن هذه النقطة. يعني مثلا بلدة طيبة، مثلا بلدة هو يكتب بدون نقاط. بلدة طيبة، أقول لك قولوا هذا خطأ، يقول لك هذا فن. لا، ليس فن، هذا قرآن، أنت تكتب قرآن. سوف تتحول إلى هاء بدون نقاط. تتحول إلى هاء والمعنى يتغير. بعض المعاني تتغير، بعض الكلمات بسبب الهاء أو الهمز تتغير معناها، يعني المعاني لها. فهذه مهمة جدا، هذا الإملاء أصلا. فأنا أنا 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 أضفت هذا الإملاء في كتابي على أساس يستفيد الناس، إضافة إلى أنني مدرس في إحدى المدارس العربية هنا في مدينة إسطنبول. فأصبح هذا الكتاب منهج وأمشي عليه بسلسلة معينة. من البداية إلى النهاية كما خططت له في 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 نفس الكتاب. هكذا يعني. فالحمد لله يعني أعجبهم. المدرسة التي تدرس فيها هنا في المدرسة العربية؟ نعم، مدرسة عربية، مدارس النهضة الدولية. صراحة عجبتهم الفكرة هذه. على أنه يعني الآن هذه المدرسة تخصص درسا للخط العربي الإسلامي. موجود حصة خاصة بهذا بهذا الخط، وأنا من أعد هذه الحصة. من أعد استراتيجية هذه الحصة، ومن أعد ترتيب هذه الحصة وتحضير هذه الحصة. لأنه المؤلف للكتاب هو أنا. أي مرحلة من مراحل الدراسة؟ من الصف الأول ابتدائي إلى ثالث ثانوي. يعني أنا أحاول حتى أول ابتدائي، أنا أريد أن أخرجه طالب مميز في الكتابة. التعليم ليس التعليم فقط، الكتابة هي مهمة جدا. الكتابة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان. القراءة والكتابة هو عبارة عن شيء أساسي في 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 التعليم. يعني إذا لم تقرأ ولا تكتب ما لو تدرس. طيب الابتدائية كيف تعلمهم قواعد الخط العربي وهم يعني لا في البداية في في مبتدئون في في أيوة في حروف لازمنا أبدأ أول شيء عمل خطوط. علم الطالب الصغير يثبت يده، الأول والثاني والثالث. إضافة إلى تدريس الخط، تدريس الخط هو أنني أعمل لهم رسم. التحكم في اللون والتحكم في بحركة اليد، لأن الطفل في هذه الحالة إذا خرج عن حدود الخط فيه هنا عائق. أنا أعلمهم طيب هذه الطريقة على أساس أي أي زمن، يعني في أي مرحلة في الصف الأول. الصف الأول في الغالب يأتي في الصف الأول لا يعرف الحروف، لا يعرف القراءة والكتابة، فكيف تتعامل مع هذه الفئة؟ بالنسبة لل لهذا هو الأول الابتدائي. الابتدائي في معهم مدرس مثلا تعليم اللغة العربية. هو من يتكفل بتعليمه في الحروف، يعني ألف باء. هو مؤكد مدرس اللغة العربية وسيعلمه قراءة الحروف وكتابة الحروف، لكن يعني يحتاج إلى زمن، يعني شهرين أو ربما أكثر حتى يتعلم إنه هذه الحروف العربية تنطق هكذا وترسم هكذا. هكذا. هم متى تبدأ مرحلتك أنت في تعليم مرحلة يعلمه شكل الحرف. مثلا الباء كيف علمه الأستاذ ولا الباء أنه هكذا مع نقطة مثلا.
الجيم انه جيم هكذا، اعلمه كيف شكليته يحسن الحرف يخليه جميل. نعم هكذا انا اعلم الطالب. والصغير ما شاء الله هو يعتبر ياخذ اكثر من الكبير. طيب هل هناك تحفيز في هذه المدرسه؟ هل هناك يعني مسابقات، مكافآت الطالب الذي يجيد الخط او يعني يتفوق او يتميز بكتابة الخط العربي؟ بالنسبة للمسابقات انا افكر ان اعمل مسابقة للطلاب مثلا. نعم يعني انا لدي طلاب للان لم تعملوا للان لأن انا لدي اصلا طلاب ليسوا في المدرسة فحسب. نعم. وانما من خارج المدرسة. أنا نعم لدي اكثر من طالب، حتى في طالبة ما شاء الله مميزة، هي رسامة فنانة تشكيلية اسمها عربية أم تركية؟ يمنية. نعم عربية. اسمها سلماء الشرفي، هذه نعم. درستها عمرها 7 سنوات، الآن تعتبر من مشاهير الفن التشكيلي في اليمن يعني. نعم. لديها إنجازات ومسابقات ودورات، وشاركت معنا أيضا في معرض إكسبو هنا في إسطنبول. إكسبو حلال. نعم هذه تعتبر من أفضل تلاميذي. شاركت في هذا المعرض. نعم نعم من أفضل تلاميذي هذه الفتاة. نعم. وكثير من الخطاطين درستهم في اليمن. نعم. ويحصدوا مثلا مشاركات وجوائز وما إلى ذلك، إضافة إلى أنني مدرسة هذه نفكر بأنه نعمل معارض مثلا قبل بعد قليل أو بعد كم يوم. نعم. يوجد اللغة العربية، مهرجان اللغة العربية، يعني اليوم العالمي للغة العربية. اليوم العالمي. نعم. شكلنا فكرة بأنه يوجد معرض يعني كرسان. أين سيقام هذا المعرض؟ ستقام في المدرسة، ويكون مهرجان. نعم. للطلاب المدرسة. داخل المدرسة يعني. داخل المدرسة. نعم. الطلاب الذي في خلال هذه الفترة الذي تعلموا الخط والرسم. نعم. ومنهم من مثلا يرسم أشكال وأفكار توحي للغة العربية مثلا، منهم من يرسم مثلا علماء اللغة العربية، منهم الخوارزمي، منهم ابن سينا. نعم. هؤلاء. أنت تدرس أيضا حسب ما علمت طلاب أتراك إذن تدرسهم الخط؟ في معي طالب تركي. نعم. أنا أدرسه بس ما شاء الله هو يعرف عربي. نعم. إذن يجب أن يتعلم اللغة العربية بدءا؟ لا لا، ليس من الضروري. نعم. أنا أعرف تركي أصلا، أتكلم تركي. نعم. ممكن أشرح بالتركية يعني احيانا. نعم. نتعامل مع اللغه التركيه. يكتب الخط العربي يجب ان يتقن اللغه العربيه. وكيف يكتب بالعربيه اذا لم يدرس اللغه العربيه؟ في كثير الاساتذه ما شاء الله عليهم. نعم. مثلا في اساتذه يعرفوا اللغه العربيه، الاستاذ. نعم. فراد ما شاء الله عليه هو امام وحافظ ما شاء الله. نعم. ويعرف اللغه العربيه. في الاستاذ ممتاز قليلا. هل هناك اقبال قليل شديد؟ ويدرس الخط العربي طبيعي. نعم. يعني مدرس تركي ودرس الخط العربي عادي. إيه. نعم. موجود. هو التراك عندهم ان الفن يخرج عن اللغه. نعم. يعني انا يعني ليس من الضروري. نعم. ان اتعلم اللغه. نعم. لغه هذا الفن مثلا، لغه هذا الفن هي لغه عربيه اكيد. نعم. فهم يقول لك طيب لا ينبغي ان يعرف صوت الحرف، كيف ينطق هذا الحرف حتى يرسمه؟ والله انا اريد ان اوصل هذه الرساله اصلا. كتابي هذا هو من اجل هذا الشيء، انني. نعم. انشره في على اوسع نطاق. نعم. في كل مكان يعني. الكتاب ان شاء الله بالتوفيق، اتمنى لك التوفيق والنجاح والتميز. الله يبارك فيك. الخطاط اليمني فؤاد الغمري، شكرا لك على هذا الحوار في آفاق الخط العربي والاسلامي. شكرا لك. اهلا وسهلا. بارك الله. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، اشكر لكم حسن المتابعه، حتى التقيكم في فضاءات اخرى. استودعكم الله والسلام عليكم.